عرض مركز باترسي آرتس سنتر في جنوب غربي لندن مسرحية أرض بلا ياسمين، المسرحية مقتبسة عن رواية بلاد بلا سماء، وهي الرواية الرابعة للكاتب اليمني وجدي الأهدل. المسرحية تناقش عددا من القضايا في المجتمع اليمني كالتحرش الجنسي والذكورية. الزميلة سلمى ناصر حضرت العرض وعادت إلينا بالتقرير التالي. المسرحية هي صورة مصغرة عن العالم تبعنا، وعن قديش في عنا اضطهاد بالمجتمعات، مش بس المجتمع العربي، كمان بكل المجتمعات في اضطهاد. فهي صورة مصغرة عن اليمن، اللي هي ياسمين هي اليمن، واختفاء ياسمين هو من اختفاء اليمن. My name is ياسمين نشيد النعيم. And I'm a first year student in the Faculty of Science. And when I'm not reading, I am writing in my diary. My room, which is on the second floor, overlooks a quiet back street where we have Hajj Sultan's grocery store. This man, even though he's made the pilgrimage to Mecca, when he sees me standing at the window, دور ياسمين هي بنت عمرها 21 سنة عم تدرس علوم في جامعة صنعاء سنة أولى، وبدها تكون خبيرة آثار بس تخلص. وفي البداية هي بتحكي عن حياتها بشكل عام، حياتها في البيت، حياتها في الشارع، حياتها في الجامعة. عندها كثير أشياء نفسها تعبر عنها وتشاركها مع الناس، بس ما عندهاش هاي الحرية، فبالآخر بتصير تكتب كل هدول الأشياء في دفتر يومياتها. احنا اليوم جردنا الروايه تبعت وجدي الاهدل من نقد للمجتمعات العربيه، بالذات المجتمع اليمني اللي هو المجتمع تبعه، ومعه كل كامل الحق انه ينقد المجتمع تبعه، اوكي، لا روايه اللي هي بتحتفل بالذكاء الكتابي. كممثل انه انا بلعب اللي هو واحد اسمه سلطان عتيق، اللي هو صاحب الدكاني اللي تحت دارها لياسمين، اللي ياسمين بتحب تشتري من عنده شوكولاته، واللي هو بفكر انه كل مره ياسمين بتفتح شباك دارها انه بتغمزه وبدها انها تصاحبه. Behind his door's peephole, the teenage son of our neighbors, Ali. He has been lying in waiting for me. The moment I descend the stairs, he pursues me like my shadow. هسه هي القضايا الاجتماعية اللي بتناقشها مسرحية بلاد بلا ياسمين تطبق على كل المجتمعات. احنا هون عايشين بأرض واحدة، اوكي، بكوكب واحد، وكلياتنا عندنا نفس المشاكل. هي مشاكل الجار والجارة، مشاكل الحب، مشاكل الاختفاء، مشاكل الجن. Yeah, like that one time. There was one time that I'll never forget as long as I live. When I was the last person to leave the bus, I held my hand out to give him the money. He stuck his nails into my flesh up to my wrist. I felt him quiver as if an electric current had shocked him. الرسالة إنه إحنا عم نحكي بس قصة هاي البنت، اللي هي زي أي قصة لأي طالبة أو بنت عربية عايشة في هذا المجتمع، وبالذات في اليمن بعد كل إشي شو صار. وهاي البنت عندها بدها الحرية إنها تطلع صوتها، وذلك بعد 10 أيام على فقدان ياسمين. فتحنا الباب، دخل علينا علي أنفاسه المتقطعة، وجهه يتهلل بالبشر والسرور. لونت كل الثياب التي كانت بنتي المفقودة تفتديها، بما في ذلك ملابسها الداخلية. بالمشهد الأخير اللي هو الرسالة تبعتنا كتير بسيطة وبكل سلاسة، أوكي، إنه وين إحنا نعرف، هيك آخر كلمة، وين إحنا نعرف.
وينضم إلينا في الاستوديو مؤمن سويطات، مخرج مسرحي فلسطيني ومخرج مسرحية أرض بلا ياسمين، وأيضا الممثلة صوفيا الأسير وهي فنانة فلسطينية تلعب دور ياسمين في مسرحية أرض بلا ياسمين. مساء الخير وأهلا بكما. بالعادة لازم أبدأ معك كسيدة، بس أبدأ مع المخرج معلي. طبعا. مؤمن، يعني الرواية طبعا المسرحية مأخوذة عن رواية الكاتب اليمني بلاد بلا سماء، وأنا كنت ظن أنه مأخوذة عن أرض المؤامرات السعيدة، لأنه أيضا تحكي عن موضوع الاغتصاب وموضوع الذكورية اللي موجودة بالمجتمع اليمني. اليمن اليوم أول مرة بيكون حاضر على المسرح البريطاني، شو أهمية هذا الحدث؟ يعني شوفي، هي بحد ذاتها رسالة. يعني الجمهور تبعنا طلع زعلان لأنه ما حكيناه السياسي، أوكي، بس الأهمية بالنسبة لي بحضور اليمن هي الثقافة اليمنية، وبالذات نوع الكتابة اليمنية، بالذات نوع الكتابة اللي كتب فيها الكاتب وجدي الأهدل، اللي هي اليوم توازي كتاب عالميين. أنا الجمهور البريطاني ما كتير، خليني أقول، مسيس، يعني ما كتير بيعرف شو عم بيصير بالعالم حوله، ليس بسبب الجهل بس بسبب أيضا انشغاله بالجوانب الإنسانية أكثر من الجوانب السياسية، فغريب أنه يكون الجمهور غير راضي بهيك. الجمهور العربي. أوكي. الجمهور العربي اللي كان شوي زعلان أنه كيف أنت بتيجي تحكي، أو بالأحرى كمان الجمهور النص عربي نص انجليزي، انه كيف انت اليوم تيجي تحط مسرحيه على في مركز الباترسي ارت سنتر ومن اليمن وما بتحكي شو عم بصير باليمن، او عن الثوره اليمنيه، او عن الحصار والمجاعه طبعا. بالزبط. هو لانه الوضع اليوم الازمه الانسانيه كثير اكبر من اي شيء. صوفيا بالمقابل وقت بيحضر بلد للمره الاولى في دوله كبريطانيا، كمان قدي بده جرأة، لأنه في تخوف أنه يصير في نظرة تنميطية عن هذا البلد. يعني عندما تحضر اليمن للمرة الأولى عبر شخصية نسائية مقموعة تتعرض للاغتصاب مهمشة، هذا ربما بيخلي في ريسك أنه يصير في نظرة نمطية عند الأجانب، عم بحكي عن اليمن وعن منطقتنا بشكل عام. بس بالنسبة لإلي، يعني في دور ياسمين، هاي المشكلة بتصير مع كتير بنات في كل العالم، مش بس في الشرق الأوسط أو بالذات في يمن. ولما أجيت أنا ألعب هاي الشخصية فكرت في هذا الموضوع كتير، يعني هنا في لندن على التوب كل مرة بيصير في هدول الأشياء، وأنا عم بحكي عن بنت عادية عمرها 20 سنة بتروح على الجامعة وعم تتواجه مشاكلها في البيت، في الشارع، في الشغل، في الجامعة. فما حطيت في راسي أنه أنا عم بحاول أورجي هذا الإشي، أعطيهم صورة بجود سيئة عن هذا المجتمع، أبداً لا. طبعاً مش سيئة، بس لأنه أكيد المجتمع اليمني غني ومتنوع، لكن عندما يعرض للمرة الأولى وبشخص بتجربة واحد، يعني تجربة فرد، هلأ قد تكون التجربة طبعاً في منا ملايين التجارب، بس في ملايين تجارب أخرى مختلفة. قدي مثلتي بلندن قضايا عربية، خليني أقول، ما عم بحكي بالسياسة، عم بحكي قديش اشتغلتي بلندن على قضايا عربية بتخص منطقتنا. هاي أول مرة بالنسبة لي هون في لندن أشتغل شيء عربي. عربي 100%. عادة بيكون إنتاج وقصة بريطانية أو غربية أو طبعاً. ولقيتي في فرق باستجابة الجمهور؟ عم بحكي عن الجمهور البريطاني وليس العربي. حسيت بالنسبة لإلهم كان بجوز أول مرة يشوفوا هذا الأكسبيرمنتال مسرح جسدي عربي لإلهم، عشان متعودين على طريقة معينة في المسرح العربي اللي بيشوفوه بلندن. وكمان كان نص المسرحية في الإنجليزي من الكاتب اللي ترجم الرواية في الأصل، فهذا كان كتير بقدر يتواصل مع الجمهور البريطاني. نعم. مؤمن، قرأت لقاء مع طبعا الكاتب اليمني وجدي الأهدل، يلي بيقول هو ما قرأ النص للأسف لأنه لا يجيد قراءة اللغة الإنجليزية. قدي مسؤولية كمان أنك تخرج عمل مأخوذ عن رواية، يعني هو الأصل هو الرواية، والكاتب ما قرأ نصه. أحسن. قدي أحسن، قدي شو حازف، شو ضايف؟ لا، هو مش أحسن،
هو في طرق مختلفة بالشغل بالمسرح، اوكي، حتى بالسينما حتى بالتلفزيون. هلا في طريقة شغل جديدة بالمسرح اللي هو اسمها الابتكار. الابتكار اللي هو شغل جماعي بيكون احنا لليوم لسه ما سكرنا المسرحية، يعني المسرحية لسه اليوم بدها تبلش، اوكي؟ انه طول فترة المراجعات الشغل على المسرحية هاي شغل كتابي كمان، انه انا ما جيت كمؤمن معاي النص بجيبتي وحطيته على الطاوله للممثلين وقلت لهم هذا النص تبعكم لازم تقراوه. اوكي، صوفي بدورها كانت تروح على البيت تبعت ايميل تحكي انه انا هذا الكلمه مش زبطه معاي. اوكي، فهي كانت كمان تغير بالنص تبع الممثلين الثانيين، كانوا يغيروا بالانجليزي كلمه بالانجليزي بالعربي، كمان قطعنا احنا بالنص لو احنا بدنا نحط الروايه كما هي كيف كتبها صديقي وجدي. كان احنا اليوم عم براجدوا علينا برا لليوم، يعني الجمهور العربي بالذات، لانه وجدي هو يمني وسلط الضوء على المجتمع تبعه اليمني، على مجتمعه اليمني. بس هل جمهوركم هون يمني؟ هلا يوم يوم يعني اليوم الثاني كان عندنا جمهور يمني كامل. طبعا كان عندنا جمهور يمني كامل، يعني كان عندنا اول مره انا بشوف عدد بهذا الكم من اليمن يعني في المسرحيه. هذا اول شيء. ثاني شيء انه النوع الشغل هذا كمان، انه هاي اول مسرحيه انتاج كامل عربي في بريطانيا. هلا انا بالنسبه لي كمان كممثل وككاتب وكمخرج فلسطيني، انا زهقت من 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 انه يوصلني ايميلات من الـ من الـ من الممثلين ومن المخرجين والمسارح الانجليز انه بدنا لاجئ وصل له 3 ايام يمثل بمسرحيه. طب هذا عنصريه، وهي تفرقه كمان. فانا اليوم احنا اخذنا هاي الرساله كمان تبعتنا المبطنه، انه احنا اخذنا تمويل على عاتقنا. لا التمويل كمان، هلا بحكي عن التمويل. مش مستجرين نتواصل مع ممولين عرب بصراحه. انه احنا اخذنا على عاتقنا انه نبني مجموعه عربيه كامله ونصير ننتج مسرحيات عربيه باللغه تبعتنا بالوقت تبعنا بالقصه تبعتنا بالراي تبعنا. مش انه تيجي تعمل لي مسرحيه اوسلو في المسرح الوطني البريطاني وما فيها واحد فلسطيني. وتحكي عن قضيه، بتحكي عن قضيه كثير مهمه. عم بتقول في التقرير انه هي القصه يمكن تعميمها على كل البلدان العربيه، وتحدث على الاقل البلدان العربيه، انت حكيتي في العالم اكيد، لكن انه على الاقل في البلدان العربيه هي القصه تحدث. هل بيعطيك حريه اكثر انه القصه يمنيه مثلا وليست فلسطينيه، ام انه اشتغلت قبل الان على موضوع المجتمع الفلسطيني هنا؟ انا عشاني فلسطيني بموضوع لما بنشتغل على مسرحيه فلسطينيه كثير ضيق نهرب من السياسي. بس بموضوع القصه اليمنيه لانه السياسات اللي عم بتصير على اليمن سياسات داخليه للاسف عربيه اسلاميه، بس يعني لها كمان اجنده خارجيه. بس المهرب تبعنا كان هو ذكاء النص وذكاء الكاتب. هذا كان المهرب تبعنا لنهرب على 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 انه ما نحكي بالسياسي. بس هو هل في مانع اليوم ينحكى بالسياسه برايك، ام برايك من المبكر؟ احنا كمان هون مش عشان نحكي على السياسي، كمان احنا كمان انا درست 6 سنين مسرح كمان عشان انه اعمل قصه. كمان لما انا كنت ادرس مسرح مثلا ما درست مسرح لحتى انه اجي احكي عن 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 فتح وحماس وعن الحوثي وعن شو اسمه. انا درست مسرح عشان اقدم نوع مسرح. اوكي، وكمان نفس الشيء صوفي بفكر 100%. يعني احنا بدنا نشتغل بالفن، بدنا نحكي قصص زي اي مسرح في باقي العالم، نشتغل كممثلين مخرجين كتاب بدون ما نحط حالنا في صندوق ودائما نحكي او نفوت في اكيد طبعا بنحب، بما انه دائما موجود اكيد، مع انه اليوم صعب الواحد يفصل السياسه عن الثقافه. لا احنا بنقدر، بس هن صعب يفصلوا الفن عن السياسه. نعم، يا ريت كان عندنا وقت اكثر لنحكي بهي المواضيع. بدي اشكركم كثير. اذا صوفيا او صوفي؟ صوفيا. صوفيا اذا ومؤمن. شكرا جزيلا. انا عم بنهي الفقره، بعتذر لانه لازم ناخذ فاصل. هلا بنحكي.